فأقبل عابس بن أبي شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وكان شوذب من الرجال المخلصين، وداره مألفا للشيعة يتحدثون فيها فضل أهل البيت. فقال: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ قال: أقاتل معك حتى أقتل. فجزاه خيرا وقال له: تقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، وحتى احتسبك، فإن هذا يوم نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه. فسلم شوذب على الحسين وقاتل حتى قتل، ووقف عابس امام ابي عبد الله وقال: ما امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي من، ولو قدر ان ادفع الضيم عنك. وقال: ما امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي منك، ولو قدرت ان ادفع الضيم عنك بشيء اعاد علي من نفسي لفعل. السلام علي، اشهد اني على هداك وهدى ابيك. ومشى نحو القوم مصبتا سيفا وبه ضربة على جبينه، فنادى على رجل فاحجموا عنه لانهم عرفوا اشجع الناس. فصاح عمر بن سعد: ارضخوا بالحجارة. فرمي بها، فلما راى ذلك القى درعه ومغفره وشد على الناس، وانه ليطرد اكثر من 200. ثم تعطفوا عليه من كل جانب، فقتل رضوان الله.